ولمعرفة آخر التطورات في المعارك في محافظة أبين انضم إلينا عبر الهاتف قائد قوات النجدة في المحافظة العقيد صبري علي أحمد. مرحبا بك سيادة العقيد، يعني ما هي آخر مستجدات المعارك بين الجيش الوطني وميليشيا الانتقالي في أبين؟ مرحبا بكم. أولا بكم بالعيد المبارك علينا وعلى الوطن جميعا. مرحبا. نقول بالنسبة لآخر التطورات كما يشاهدها الجميع بين الجيش الوطني والأمن، مستعدين للتقدم إلى محافظة أبين ومن ثم إلى صوب عدن. نعم. ما هي المناطق التي تدور فيها المعارك سيادة العقيد؟ المناطق التي تدور فيها المعارك هي منطقة الشيخ سالم الذي هي الجبهة الأولى من الميسرة. نعم. ومنطقة الطرية الجبهة الأخرى من الميمنة. كيف تجدون استعدادات الجيش الوطني في هذه المناطق؟ ما الذي يعيق التقدم يعني في هذه المناطق؟ صراحة لا يعيق الجيش الوطني الفاشل والأمن ما في أي عوائق تعيق هذا الجيش البطل والقوات المتواجدة هي الشيخ سالم والضرية، إنما في ترتيبات عسكرية وأنت عارف. نعم. أخي بأن يعني في خطط عسكرية وأمنية لعقل التقدم واجتياح هؤلاء الميليشيات وتحرير محافظة أبين يعني زنجبار، العاصمة زنجبار. نعم. وعدن. ماذا عن الإمدادات التي تصل لميليشيا الانتقالي من قبل الإمارات، كذلك الإمدادات التي يقال أنها تصل إليهم عن طريق طارق محمد صالح، هل لديكم معلومات في ذلك؟ صحيح، هي توصل لهم تعزيزات كبيرة ولكن لا تهمنا سواء من طارق أو من غير ذلك الذي هي مدعومة إماراتيا. احنا في هذه الأمور لا تهمنا، الجيش الوطني مستعد بكامل قواه، نحن لدينا ترتيبات حسب ما سبق وكلمتك. لا عندنا مهمة أكثر من ذلك، نرتب مهمة أو عملية كبيرة لأجل تحرير زنجبار والعاصمة عدن. لا يهمنا من تعزيزات وغير ذلك، عندنا معلومات وصلنا أول بأول بالتعزيزات الذي تأتي سواء عبر طارق محمد أو غير ذلك، وهو الداعم الرسمي. نعم. الإماراتي. نعم، أشكرك جزيل الشكر سيادة العقيد صبري علي أحمد قائد قوات النجدة في محافظة أبين.